بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا حول أن حديثهم صعب مستصعب عليهم الصلاة والسلام الحديث الخامس من الباب الذي عقده الكليني رضوان الله تعالى عليه في الكافي تحت عنوان باب فيما جاء ان حديثهم صعب مستصعب الحديث عن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام رواه ابو بصير وابو بصير كنيته ابو محمد لكن لانه كان فاقدا للبصر فكان يكنى بابي بصير ايضا. قال ابو عبد الله عليه السلام الامام الصادق الامام الصادق: يا ابا محمد ان عندنا والله سرا من سر الله وعلما من علم الله. والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان. والله ما كلف الله ذلك احدا غيرنا ولا استعبد بذلك احدا غيرنا وان عندنا سرا من سر الله وعلما من علم الله امرنا الله بتبليغه فبلغنا عن الله عز وجل ما امرنا بتبليغه فلم نجد له موضعا ولا اهلا ولا حمالة يحتملونه حتى خلق الله لذلك اقواما. خلقوا من طينة خلق منها محمد واله وذريته ومن نور خلق الله منه محمدا وذريته وصنعهم بفضل رحمته التي صنع منها محمدا وذريته فبلغنا عن الله ما امرنا بتبليغه فقبلوه واحتملوا ذلك. فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوا ذلك، وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم الى معرفتنا وحديثنا، فلولا انهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك، لا والله ما احتملوه، ثم الامام الصادق يعرج الى اقوام خلقهم الله من طينة سجين هم من اهل النار، وكيفيه تعامل اولئك مع حديث محمد وال محمد وسنتطرق الى تمام الحديث بعد ذلك. حاصل هذا المقطع من هذا الحديث الشريف والذي تلوناه ان علم الائمه عليهم الصلاه والسلام الذي علمهم الله ذلك العلم على قسمين، قسم أرفع من مستوى سائر الناس، أرفع من مستوى الملائكة، أرفع من مستوى سائر الأنبياء، أرفع من مستوى الناس، فهذا العلم خصه الله سبحانه وتعالى بمحمد وآل محمد، عليه وعليهم الصلاة والسلام. لان الله حكيم ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها ولا يكلف الله نفسا الا وسعها كما في ايتين شريفتين اذا شي فوق قدره الانسان فوق قدره الملك الله سبحانه وتعالى لا يكلفه بذلك ولا يعلمه ذلك لأنه حكيم أنت طفل عمره سبع سنوات في الصف الأول الابتدائي ما تجي كتاب الجامعة تجيب له وتقرأ له وتريد تعلمه هذا فوق مستواه العقلي والفكري وإذا واحد جاب كتاب الجامعة يريد يدرسه للطفل الصف الأول الابتدائي فهذا ليس بحكيم والله سبحانه وتعالى هو أحكم الحكماء. فلذلك هذا العلم لأنه أرفع من مستوى الأنبياء ما علمهم. أرفع من مستوى الملائكة ما علمهم. أرفع من مستوى المؤمنين ما علمهم. أما ذلك العلم علمه محمدا وآل محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام لأنه جعل فيهم القابلية لاحتمال ذلك العلم وطبعا الإنسان كلما يكون علم أكثر يكون تكليف أكثر الآن نفرض نحن الآن جالسون ها هنا أنا أعلم بأن هناك شخص على وشك الهلاك من الجوع هذا العلم يضع على عنقي وعلى عاتقي تكليفا يجب علي ان اذهب وانقذه اعطي الطعام ظالم يريد يقتل انسان وانا اعلم بذلك واتمكن من انقاذه هذا العلم وهذه القدره يضعان تكليفا على عاتقي بان اذهب وان انقذه، لكن اذا انا ما ادري ولست مقصرا في جهلي، فحينئذ ليس لي تكليف، اذا الان بلغنا انه واحد في اطراف المدينه مات جوعا وانا لم اكن اعلم بذلك ولم اكن مقصرا في جهلي. هل عصيت الله سبحانه وتعالى الله لأنه ما عندي تكليف هذه العلوم التي علمها بشكل خاص الله سبحانه وتعالى محمدا وآل محمد صار عندهم علم تكليفهم هم صار أكثر لكن ذلك التكليف ليس من تكليفنا لجهلنا بتلك العلوم ولعدم استعدادنا وقابليتنا لتحمل والاحتمال تلك العلوم الله سبحانه وتعالى لم يعلمنا تلك العلوم ولا امر الرسول واله بتعليمنا تلك العلوم هذا القسم الاول القسم الثاني العلوم التي يمكن للانسان العادي يمكن للملائكه يمكن للانبياء ان يحتملوه هذا علمهم حتى اذا كان صعبا الملائكه معصومون ينفذون امر الله حتى اذا ما عرفوا سبب ذلك العلم سبب ذلك العمل يمكن يسألون سؤال استفهامي وليس سؤالا تعنتيا كما في قضية خلق آدم، "وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة" هذا العلم الله سبحانه وتعالى علم الملائكة إياه، قالوا مو قالوا اعتراضا لا قالوا استفهاما أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. قال اني اعلم ما لا تعلمون، السبب في ذلك هو سبب انا اعلمه وانتم لا تعلمونه. ثم بين لهم تفصيل آيه، وعلم آدم الاسماء كلها الى اخر الايه الشريفه. الانبياء كذلك اذا امرهم الله بشيء يحتملون ذاك حتى اذا ما عرفوا السبب. ويمكن يسال سؤال استفهامي وليس اعتراضي وليس اعتراضيا. وكذلك سائر الناس هذه التكاليف التي الله سبحانه وتعالى كلفنا. هذه والعلوم التي اخبرنا بها في القران او اخبرنا بها الرسول او الائمه عليهم الصلاه والسلام. هذه العلوم يمكن للبشر ان يحتملوها. وان ينفذوها اذا كانت امورا عمليه. لكن مع ذلك فيها صعوبه. مثل التلميذ اللي هو في الصف الاول تجيب له كتاب الصف الاول هل له قابليه لكي يتعلم الكتاب الذي هو كتب للصف الاول؟ نعم لانه مجموعه من الخبراء في علم التربية وفي علم النفس وعلم نفس الأطفال، هؤلاء هم الذين كتبوا الكتب المدرسية ومنها كتب الصف الأول الابتدائي، فهذا بحسب مستوى هذا الطفل، بس سهل؟ لا مو سهل، لذا تجد أن الطفل قد يحتاج إلى توضيح زيادة يحتاج إلى تمرين يحتاج إلى تدريس مرة أخرى أحيانا نشوفه هواية صعب عليه بس هو بمستوى ولو كان صعبا العلوم التي علمها الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم الصلاة والسلام هذه علوم للبشر استعداد تحملها لكن صعبة مو سهلة ولذا لأن أكثر الناس يفرون من المصاعب وإنما يركنون إلى الشهوات وإلى الدعاء وإلى الراحة تشوف أنه يفرون من تلك وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين هذا مو مؤمن مو لانه لم يكن له استعداد وقابليه لا اذا ما كان له استعداد وقابليه هذا مجنون والمجنون ليس مكلفا لا له عقل لكن يركن الى شهوته فلذلك الله سبحانه وتعالى اذا هؤلاء عنادا لم يؤمنوا لم يعملوا بالصالحات وعادهم بالعقاب مثل الطفل اللي في الصف الأول ما يؤدي تكاليفه المدرسية التي هي بمستواه هذا يعاقب يغرم مثلا فعلى كل حال الإمام يقول هناك علوم لا يتحملها أحد إلا محمدا إلا محمدا وآل محمد فهذه لم يكلفوا بتبليغها للناس وعلوما يحتملها الناس ولو هي صعبه فامروا بتبليغها، بس لانه اكثر الناس وراء الشهوات، هذه العلوم التي بينها الرسول وآله ايضا يرفضونها. الله سبحانه وتعالى حكيم، لذلك خلق أناسا يقبلون تلك العلوم وينفذونها. ما خلق بس الكافرين؟ الله سبحانه وتعالى خلق المؤمنين وخلق الكافرين. بهذا المعنى بأن الله سبحانه وتعالى أزلا يعلم بمن يختار الإيمان ومن يختار الكفر. ما خلق فقد فقط من يختار الكفر ما خلق من يعلم بأنه سيختار الإيمان فقط وإنما خلق الصنفين خلق من يختار الإيمان وخلق من يختار الكفر لو الله سبحانه وتعالى ما كان يخلق هؤلاء المؤمنين ما كان أحد من الناس يعمل بذلك العلم ولا يقبل ذلك العلم وهذا خلاف الحكمة، فلذلك الله سبحانه وتعالى خلق مجموعة من المؤمنين، هسه تفصيل كيفية خلقهم، وأن ما صنعه الله بهم لا يسلبهم الاختيار، هذا سنتلوه حينما نشرح الحديث بألفاظه. قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بصير ان عندنا والله سرا من سر الله وعلما من علم الله هذه الواو عطف تفسيري يعني ذلك العلم ذلك السر هو علم لكن سر لماذا سر لا يخبرون به احدا لان الناس ليست لهم القابليه والاستعداد هذا فوق مستواهم هذا بلا تشبيه مستوى الجامعه والناس في مستوى الاول الابتدائي. والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا مؤمن امتحن الله قلبه للايمان، يعني حتى هؤلاء فوق مستواهم. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض، حتى الانبياء فضلنا بعض النبيين على بعض. فالله سبحانه وتعالى فضل رسوله محمدا على جميع الأنبياء ماكو واحد أفضل من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله ومن أهم وسائل التفضيل العلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالرسول محمد مستوى فوق مستوى سائر الأنبياء فلذا علمه الله ما لم يعلمه لسائر الأنبياء حسب مستواه. والرسول محمد صلى الله عليه واله افضل من جميع الانبياء الملائكه. حتى الملائكه المقربين. طبعا المعتزله يقولون ان الملائكه باجمعهم افضل من جميع البشر باجمعهم. لكن كلامهم ليس بالصحيح واستدلالاتهم استدلالات ضعيفه. الرسول محمد صلى الله عليه وآله أفضل من جميع الملائكة ولذا الله سبحانه وتعالى حمله علما لم يحمله للملائكة لأنه فوق مستوى الملائكة فإذا كانت الملائكة المقربون والأنبياء هكذا سائر المؤمنين من الأوصياء والمؤمنين العاديين أيضا الأمر فيهم واضح وكذلك الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى فضلهم على جميع الناس وعلى جميع الملائكه باستثناء رسول الله محمد صلى الله عليه واله فان رسول الله محمدا افضل من الائمه عليهم الصلاه والسلام كما ذكرنا تفصيله في حلقات الماضيه فلذلك ان عندنا والله سرا من سر الله وعلمًا من علم الله، والله ما يحتمله ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. الله امتحن قلبه للإيمان، هو مؤمن، لكن هذا السر أعلى من مستوى. فلما أعلى من مستوى، الله حكيم. لا يكشف له ذلك السر. والله ما كلف الله ذلك أحدًا غيرنا. عندما احتملنا ذلك العلم ذلك العلم هم يجيب لتكاليف وتلك التكاليف من تكاليفنا لازم نؤدي حق ذلك العلم ولا استعبد الله بذلك احدا غيرنا لان الانسان حينما يطيع الله سبحانه وتعالى هذه عبوديه لله ذلك العلم يقتضي نوع الطاعه خاصه وعبوديه خاصه تلك العبوديه الخاصه الله سبحانه وتعالى تلك الطاعه الخاصه الله سبحانه وتعالى لم يردها من سائر الناس لذا لم يعلمهم فما اراد منهم تلك العبوديه الخاصه يعني مثل فد واحد مريض ما يقدر يصوم وانا مو مريض اقدر اصوم في شهر رمضان الله اراد مني هذه الطاعه بالصيام ولم يرد هذه الطاعة من ذلك المريض. ليش؟ لأنه أنا عندي قدرة، ذلك ما عنده قدرة. علم علمهم يستدعي عبادة خاصة، عبودية خاصة، طاعة خاصة، أرادها منهم لتأدي حق ذلك العلم. الآخرين ما كان عندهم استعداد وقابلية لذلك العلم، لم يعلمهم فلم يرد منهم تلك الطاعة الخاصة. هذا النوع الأول من علومهم، النوع الثاني، النوع الثاني: وإن عندنا سراً من سر الله، وعلماً من علم الله، أمرنا الله بتبليغه. الله قال هذا بلّغه، يا أيها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك، لأنه بمستوى القابلية التي جعلها الله في الناس. أمرنا الله بتبليغه فبلغنا عن الله عز وجل ما أمرنا بتبليغه احنا امتثلنا لأمر الله بلغ ما انزل اليك من ربك الرسول بلغ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله زين الناس لهم قابليه لكن الشهوات تمنعهم مثل الطالب اللي هو كسول مو انه مستوى العقل منخفض اذا مستوى العقلي منخفض يروحون يخلوه في مدارس خاصة اللي عندهم تعويق عقلي لكن لا الطالب الكسول ما عنده خلق كسلان ما يريد يستمع ما يريد يطالع ما يريد يأدي التكاليف والواجبات فلم نجد له موضعا ولا أهلا ولا حمالا هذه معاني متقاربة الفرق ببعض الاعتبارات الموضع يعني من له التحمل الذي يجعله قابلا لذلك الأهل من يكون جدير به الحمال الذي يحمله إلى غيره ينقله إلى غيره فلم نجد له موضعا ولا اهلا ولا حماله يحتملونه مو انه لا يتمكنون مو انه فوق مستواهم لا الشهوات تمنعهم حتى خلق الله لذلك اقواما يعني الله سبحانه وتعالى بحكمته خلق الذين يعلم بانهم سيؤمنون كان بقدرته ان لا يخلقهم يعني بقدرة الله ان لا يخلق اي انسان مؤمن لان الله من الازل يعلم بمن يختار الايمان يختار الايمان ومن يختار الشرك والكفر زين؟ يعلم فبقدرته ان لا يخلق مؤمنا بس يخلق من سيختارون الكفر لكن هذا خلاف الحكمه حتى خلق الله لذلك أقواما خلقوا من طينة خلق منها محمد واله وذريته. هي أحاديث الطينة سابقا شرحناها مفصلا. الحاصل نشير إلها لأنه يمكن واحد الآن حاضر أو يشاهد هذا البرنامج ولم يستمع إلى تلك المحاضرات السابقة. الله سبحانه وتعالى يعلم بأن فرعون سيختار الكفر علمه من الازل ويعلم بان مؤمن آل فرعون سيختار الايمان علمه من الازل ويعلم بانه حكيم وانه سيدخل فرعون في جهنم وسيدخل مؤمن آل فرعون في الجنه زين الان يريد يخلق اختار طينه تناسب الجنه لمؤمنه آل فرعون وطينة تناسب النار لفرعون لذا خلق مؤمن آل فرعون من طينة عليين وخلق فرعون من طينة سجين اللي هي من النار وذيك من الجنة حتى إذا دخلت هذه الطينة إلى النار لأن المعاد جسماني دخلت هذه الطينة إلى النار يكون بحكمة مو أنه أنت ملقي ذهب في مزبلة وإذا تلك الطينة دخلت الجنة يكون بحكمة، مو أنت بعرة مدخلها في مثلاً قاصة الذهب مثلاً هذه بحكمة. فالله سبحانه وتعالى خلق المؤمنين من طينة عليين، طبعاً ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى حسب الروايات. خلق أرواح محمد وآل محمد من نور، خلق ذلك النور من عظمته. ثم خلق الجنة. فأفضل منطقة في الجنة هي عليين، وعليين هم درجات. من أعلى عليين خلق أجسام الرسول وآل الرسول. ومن أدنى من ذلك من مناطق أخرى من عليين، خلق أرواح المؤمنين. ففي منطقة عليين اكو تلاقي بين طينة الرسول وآل الرسول. الطينة التي خلقت منها اجسادهم. وطينة المؤمنين التي خلقت منها ارواحهم، لذا اكو انسجام. "لذلك اقواما خلقوا من طينة خلق منها محمد وال محمد وذريته، هذا العطف تفسيري. الذرية لا يراد جميع الذرية. لان في الذرية اكو ناس ليسوا بمؤمنين. وإنما المقصود من الذرية هنا الآل ليش عطف عطف تفسيري من آله وذريته زين لماذا؟ لأنه البعض يتصور أن الآل أعم يشمل زوجات الرسول مثلا ويشمل آخرين الجواب كلا آل محمد صلى الله عليه واله هم الذرية بإضافة أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام فقط لذا هذا العطف تفسيري ومن نور خلق الله منه محمدا وذريته هذا أيضا عطف تفسيري لأن العليين هذا خلق من أفضله جسم الرسول والأئمة ومن أدنى من ذلك من عليين خلقت أرواح المؤمنين وصنعهم بفضل رحمته هذا العطف اما هذا هذه الاضافه اما بيانيه بفضل هو رحمته او لا حينما خلق الله محمدا وال محمد لاجلهم خلق سائر الناس المؤمنين الله خلق محمدا وال محمد لنفسه وخلق سائر الناس لأجل محمد وال محمد، وصنعهم بفضل رحمته التي صنع منها محمدا وذريته، بزيادة من الرحمة يعني برحمته خلق محمدا وآله وذريته، بزيادة من تلك الرحمة خلق المؤمنين، فبلغنا عن الله ما أمرنا بتبليغه. فقبلوه واحتملوا ذلك. ما يجي بس ما يسمع حديث يقول هذا كذب هذا لا هذا كذا، واذا ايه من القران ما تعجبه ياولها ما يقدر يكذبها ياولها بتاويل باطل بدون المراجعه الى الراسخين في العلم. فقبلوه واحتملوا ذلك، فبلغهم ذلك عنا فقبلوه واحتملوه، اكو بعض سمعوا مباشرة من الرسول وال الرسول. قبلوه قبلوه وبعض لم يكونوا في زمن الرسول وفي زمن الائمه وفي هذا الزمان الامام المهدي غائب بلغهم حديثهم وبلغهم ذكرنا فمالت قلوبهم الى معرفتنا وحديثنا قلبهم لا ينكر ذلك إذا واحد سمع حديث من أحاديث آل محمد وشاف قلبه ينكر ذلك هذا ناقص الإيمان، هذا التحذير من الله له. أنت إيمانك ناقص، روح كمل إيمانك، كمل معرفتك، معرفتك. فمالت قلوبهم إلى معرفتنا وحديثنا فلولا أنهم خلقوا من هذا يعني من فاضل الطينة لما كانوا كذلك، ما كانوا يقبلون هذا الحديث. طبعاً هذا لا ينافي اختيار سائر الناس، لا. بسوء اختيارهم رفضوا لركونهم الى الشهوات رفضوا فلذلك الله كان يعلم بذلك خلقهم من طينه سجين فلولا انهم خلقوا من هذا لما كانوا كذلك لا والله ما احتملوه هذا بالنسبه الى المؤمنين بعدين الامام يقول ان الله خلق اقواما لجهنم والنار وتتمه الحديث ايضا مفصله حول هؤلاء نتركها إلى حلقة قادمة، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.